وسط تحديات تعيشها الدول العربية والإسلامية، وفي ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة الدقة، انعقد المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في الكويت. وقد استغل وزراء الخارجية المناسبة لبحث الملفات الساخنة من العراق إلى سوريا وما بينهما من خطر مشترك لا يزال يهدد بتقسيم الدولتين إلى دول تحدها الطائفية، ويتوعد بالتمدد نحو بلدان أخرى كاسرا الحدود الجغرافية والقيم الإسلامية. سمو أمير الكويت الذي افتتح الاجتماع الوزاري دعا دول العالم الإسلامي إلى العمل سويا لمواجهة محاولات بعض التنظيمات الإرهابية رسم صورة لا تعكس حقيقة الإسلام، متخذين فيها من الإسلام اسما والقتل والدمار وسيلة والإرهاب منهجا وترويع الآمنين عفوا أسلوبا، حتى أضحت صورة المجتمع الإسلامي والفرد المسلم مرتبطة بتلك الأعمال الإجرامية الدنيئة. وطالب سمو الأمير بتكثيف الجهود للتصدي لظاهرة الإرهاب التي تمارسها تلك المنظمة الإرهابية والتي هددت أمن دولنا واستقرارنا. سمو الأمير أوضح الأسباب التي دفعت الكويت إلى المشاركة في التحالف العسكري في اليمن، وأكد وقوف الكويت إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادة ووحدة أراضيه، ودعا إلى حل الأزمة السورية بالطرق السلمية بعيدا عن الآلة العسكرية. وكان سمو الأمير استهل كلمته بإدانة واستنكار شديدين من دولة الكويت لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في أحد مساجد القطيف في المملكة العربية السعودية. أجدد إدانتي واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي المروع الذي وقع في أحد مساجد القطيف في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما أسفر عنه من سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، سائلين المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، مؤكدين وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الجرائم الإرهابية للحفاظ على أمنها.